اخ يا ابو ظهري، اقول جبنا انت اخوك وين؟ بابا من بعد نايم لحد هسه ما قعد. شنو السالفه الساعه؟ الساعه 12 وانا نايم. قومي قعدي، يلا قومي. تمام بابا، بس اقعد لك اياه. شان 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 شان. والله عندي خبرات حلوه، هم استفاد منهم فلوس وهم خليني كذب من بابا. خرب يومش بالضبط. اقول لك يا هيمو يلا قوم. خير، بتقول شكو؟ هم جايب سجاد، شكو ايش تردون؟ يا خطية انت مبين عينك نعسان هواية. شوف اقول لك، عندي لك في الطريقة تخليك نايم ومرتاح، شو رايك بيها؟ اعطيك اياها لو لا؟ ها؟ شنو الطريقة مالتك؟ الطريقة هي شوف، بابا ايش قال لي؟ قال لي روح قعد اخوك هيمو، وبابا بعد شوي راح يطلع للشغل، تمام؟ يعني ما راح يجي على الغرفة مالتك. انا اروح حاليا اقول له بابا هيمو قاعد وموجود بغرفته، شو رايك؟ اي والله فطوم، يا ريت اكون ممنون منك، لان والله نعسان هواية ما بيحلقوا منا لهنا بعد. اخوي تدله، بس شوف حبيبي هاي الطريقة مو ببلاش، ترى بفلوس. سو غير مجبور، والله لو مو نعسان نعال ما انطيك. هاتش. اي والله ايش قد حلو من البيت، قط اخوها وتروح. يمه كمل نومتك. ان شاء الله مو خط مخطاطة، كل ما سويت شغل اخذت عليه فلوس امو داتش. شنو هذا هيمو؟ بابا داش بيه وصدق ما مربي انت. ليش اكو شبيه؟ يقوم بابا يقول خليك عند النوم كافي نوم، يقول مطري انتو بابا عند النوم اهم منكم اني. شنو؟ ويشاي القصة اذا سوزم يحترم الا ما يطيح حظه. اي أيوة والله بابا انت صدقك وين طيت المجال، قوم طيح حظه. يا هيمو قوم يلا. بابا شلون اختك من تجي تقعد تقول لهم شطير انتو بابا؟ لا يا فطوم يا حقيره بابا، والله العظيم ما قال هاي الكلمة. قلت ايش؟ لا والله انت ادبسيس وصاغ، من رافقك تدور الشله مالتك. تعال عمك شو انت ساكت، تعال.